السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وشكرا على الدعم ديالكم، شكرا على التعاليق الزوينه ديالكم. البنات جيت باش نشارك معكم واحد الرفيسه عميه بالحرشه والبصله وحب الرشاد، كتجي زوينه مع اتاي الفطور، كتجي رائعه الفطور. وبالنسبه البنات، لواحد السيده خلات لي في الكومنتير في الفيديو ديال تشيز كيك، قالت لي عندها الجيلاتين سائله، تقدر دير جوج معالق، تقدري اختي ديري جوج معالق اللي عندك الجيلاتين سائله، راه يعني جوج معالق راه هو داك القياس اللي درت انا في الجيلاتين وراق. مهم، وندوزو دابا للمقادير. عندي هنا نص كيلو ديال السميده الغليظه، الزيت البلديه، جوج بصلات كبار حمرين، انا درت حمر، الاحسن تكون حمراء، ولا ما عندكمش تقدروا ديروا حتى اي نوع ديال البصله. عندي الملح على حساب الذوق، واحد المعلقه كبيره ديال حب رشاد، وعندي 8 غرام ديال الخميره الكيماويه. وندوزو دابا للطريقه. ودابا على بركه الله كنديروا السميده، نص كيلو ديال السميده، كنزيدوا عليه القياس ديال الملح على حساب الذوق، ممكن تزيدوا السميده ممكن تنقصوها، المهم انا هادشي اللي غندير. عندي الخميره، يعني راه كلشي عارف يعجن الحرشه عادي. كندير الزيت، كنبصها بالزيت، الزيت البلديه من الاحسن، اللي ما عندوش يدير النباتيه. كنحاول نبصها هكا كلها بالزيت الداخل في السميده، والبنات راه ما نعاودش لكم على هاد الحرشه، هاد الرفيسه، ولا ما عرفتش كي غنسميها لكم، واش رفيسه ولا مهم. خطيره خطيره، تجي واعره، جربوها وغتردوا عليا الخبر. مهم، دابا بركه من الزيت، كنجمعها بالماء عادي، ما كندلكها، ما كان غير كنجمعها هكا غير بالصبعان ديالي ديا هكا، حتى كدير حتى كتبان ليا القياس ديال الماء هو هذاك، حيت هاد الغليظه ما كتجمعش مزيان، ولكن راه كتجي زوينه، كتجي في هاد الحرشه هادي، اللي في هاد الرفيسه اللي قلت لكم، راه كتجي زوينه بزاف. المهم البنات، هذا هو القوام ديالها هكا، راه مع غليظه ما غتبانش لكم تجمعات، يعني كنخليها واحد خمسة ديال الدقائق تشرب ونتلاقاو. ودابا البنات، ما نسيت، ما خليتش واحد شويه من هذيك السميده، المهم تقدروا تاخذوا شويه ديال السميده باش ترشوا المقله هكا عادي بحال الحرشه العاديه. كنهز هاد السميده هادي، هاد الحرشه هادي عفوا، اللي كنجمعها هكا عادي، وكنحطها، كنبدا نكرصها مزيان هكا في المقلة باش تشد الفورمة ديال المقلة. ودابا كنحاول نسرحها باش كتشد ليا الفورمة ديال المقلة هكا مزيان، كنقادها باش تجي مقادة. وهنا في الجناب كنحاول ندير واحد المعلقة باش كنقاد ليها هاد الجناب هكا، وكنبقى نطلق، كنمشي معاها كلها في الجناب هكا. دابا غنرشها بهاد بالسميده هكا باش ملي نبغي نقلبها ما تخسرش وما تلصقش ليا في ملي نبغي نقلبها هكا، وصافي. كنشعل عليها البوطه ونحطها فوق. نحاول نديرو لها عافية مهيلة باش كطيب، نخليوها طيب ونتلاقاو. ودابا البنات ندوزو باش نقطعو البصلة، احنا درنا دابا الحرشة ديالنا كطيب، غندوزو باش نصيبو البصلة ونقطعوها رقيقة. والبنات هاد الحرشة راه كتجي زوينة، هاد معرفتش كي نسميها، واش رفيسة
واش حرشه بالبصله ما عرفتش. المهم والله ما عرفت لها سميتها. المهم راه كتجي زوينه في هذا البرد، راه زوينه في الفطور وسخونه وحب برشاد، راكم عارفين المنافع ديالو والبصله الحمراء. جربوها وردوا عليا الخبر. دابا غادي نقطعوا البصله. ومن الاحسن البصله الحمراء ولا حتى البيضاء، المهم الا كانت عندكم الحمراء من الاحسن ديروا الحمراء. انا غندير هاد الحمراء موجوده عندي، وانتوما تقدروا ديروا اي نوع ديال البصله اللي عندكم. بالحق كتجي مع هاد مع الحرشه كتجي هاد البصله الحمراء زوينه بزاف. المهم غادي نستمر هكا نقطع البصله ونتلاقى. ندوزو باش نصايبو البصله. كنديرو الزيت البلديه، كتبغي زيت البلديه بزاف حيت فيها غير الزيت البلديه والبصله. وكنزيدو البصله كنزيدو الملح على حسب الذوق. وكنخليوها تشحر لينا مزيان حتى كتهبط لينا البصله ونطلقها. دابا هي البصيله ديالنا تشحرات لينا، ما كنحاولوش نطيبوها بزاف بزاف حتى ما كتبقاش هكا، واللي ما كتعجبوش البصله تبقى شويه دايره يطيبها بزاف ماشي مشكل. وكنزيد الزيت، كنزيد الزيت البلديه ونزيد عليها حب رشاد وكنخليها وكندير عليها عافيه مهيله ونخلي هذاك حب رشاد كيطلق ديك الماده اللي فيه اللي كتلصق، راكم عارفين حب رشاد. كنخليه حتى تتعلق ليا مع هذه البصله. والحرشه هي قريبه توجد ونتلاقى. حتى هي البصله ديالنا طابت وهالحرشه حتى هي وجدات. ندوزو دابا نقطعو الحرشة، ندوزو نقطعو الحرشة. هانتوما كتشوفو كي كتجي. ودابا البنات هاهي كنخليوها تحمر مزيان، هاهي من الجهة الأخرى محمرة وسخونة البنات. يلا دابا غندوزو نقطعوها هكا، غي نحاولو نقطعوها. شوفي كي كتجي، راه كتجي كلها محلولة بقى سخونه شي شويه. يلا هنا نقطعها هكا كلها نفرتتها ونتلاقى. ودابا البنات بعد ما فرتتناها بحال هكا والبصله ديالنا والزيت وحب رشادها هما، الا بان لكم خاص الزيت زيدوا شويه الزيت البلديه. ودابا كندير هنا بحال هكا، كندير واحد ثلاثه ديال المعالق ولا اربعه. ودابا كنحاولوا ندخلوا هاد البصله مع هاد السميده كلها كتداخل بحال هكا. راه ما نعاودش لكم البنات مع اتاي في هاد البرد، راه ما تشبعوش منها. انا غندير ايديا نحاول بحال هكا ندخل هاد البصله مع الزيت والحرشه. يلا هم طلاقة. ودابا البنات احنا درنا البصله مع الحرشه ديالنا. كنديروا هاد البصيله هكايا هكا، كنديرها من الفوق اللي بغاها يهزها، ونقدر حتى نزوق بها بحال هكا. راه ما نعاودش لكم، جربوها وردوا عليا الاخبار، راه كتجي زوينه بزاف في هاد البرد. هكا كنحاولوا وانتم تقدروا تحطوها غير من الفوق وصافي. المهم انا ندير لها بحال هكايا وصافي. والله البنات غير جربوها وردوا عليا الخبار. كاين اللي كيديرها حتى بالمسمن، اللي كيعجبو المسمن راه كتجي زوينه بالمسمن.
تجي زوينه بزاف، ولكن مع السميده انا كتعجبني ما كتضر ما والو، هذاك الشيء علاش كنديرها بالسميده. راه غير هاد البصيله في الزيت وحب برشاد والله الا ما نبغوش ليكم عليها. وكندير الزويته هكايا، ولا خاصكم الزيت تحاولوا ديروا الزويته، ومع بريريت ديالها حتى هو درناه كيتشحر. وهذا هو الشكل ديالها، نتمنى تعجبكم وتجربوها، راه كتجي زوينه بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، نتمنى تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق. يلا الى الفيديو القادم ان شاء الله، ما تنساوش تابونا وما تنساوش لي لايك. الى اللقاء.